المدن الذكية تأثير كبير في مجال الطاقة والبيئة وعلى الاقتصاد أيضا، الاقتصاد العام لأي بلد، فهو يعد من أهم الأدوات المساهمة في تحسين بيئة المدن ووسائل النقل والخدمات العامة وترشيد استهلاك الطاقة وأمور كثيرة متعددة مختلفة. راح نتكلم عن هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم بالاستوديو منورنا المهندس أحمد العازمي، وهو وكيل ندوة المدن الذكية وعضو فريق كفاءات التطوعي. مساء الخير وحياك الله. مساك الله بالخير، احييك بدايه اخوي ابو تركي واحيي طاقم البرنامج وقناه الراي ومشاهدينكم، مساكم على القوه. انتم اللي بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم اللي قاعد تسوونه. يعني لما نقول حق الناس تصير عندنا مدن ذكيه ولا احنا قاعد نسعى الى المدن الذكيه، شنو احنا بالضبط؟ هو الاثنين صراحه، يعني هو تصير وقاعد نسعى بنفس الوقت. شيء طيب. اي نعم. طبعا شنو التسهيلات اللي موجوده؟ شنو هي الاشياء الجاذبه اللي فعلا احنا بالكويت عندنا ممكن تحدث نوجد مدن ذكيه على ارض الواقع، وفي تسهيلات في هذا الامر؟ هو اول شيء خلينا نعرف شنو المدن الذكيه او مدينه ذكيه. بسالك انا، انت نعم. تطرح السؤال كيفك؟ اطرح السؤال، شنو هي المدن الذكيه؟ عشان اجاوبك. اي عشان اجاوبك. اي نعم. المدينه الذكيه هي تسهيل المهام او 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 شيء فيه متعدد المهام يسهل الحياه باستخدام طبعا التكنولوجيا والوسائل الحديثه لتسهيل الحياه المواطن او المقيم في هذه المدينه او في هذا المكان، وتسهيل التواصل بينه وبين الجهات الحكوميه او الجهات المسؤوله، بالإضافة إلى تسهيل إدارة البنية التحتية لهذه المدينة. فهذا بشكل عام، هذا نتكلم مدينة ذكية. مدينة ذكية تسهيلات، فقط تسهيلات، كلها هي تسهيلات، مثل السمارت فونز، الهواتف الذكية، كلها تسهيلات من ناحية التواصل، من ناحية يعني انك تستغني عن كثير من الاجهزه مثل البرنتر، الاسكانر الى اخره، وتستغني كثير من الايدي العامله. نعم. وتستغني من امور كثيره. نعم. وهو تستغني وفي ايدي عامله، يعني في فرص ثانيه مقابل. طيب يقول لك. نعم. ايضا المدن الذكيه ينبغي ان تكون ايضا صديقه للبيئه. نعم صح. نعم. من ضمن ايضا المدن الذكيه، تفضل. نعم. ماذا نقصد بالمدينه الذكيه؟ اكيد المدينه الذكيه هي صديقه للبيئه وللطاقه والمجالات كثيره. طبعا في المجالات احنا لما نتكلم مفهوم في الكويت نتكلم على المرور، نتكلم الترافيك، نتكلم على المواصلات، نتكلم على الطاقه، نتكلم على الصحه والتعليم، نتكلم على المياه وكيفيه اعاده تدويرها. نتكلم طبعا، ذكرت النفايات، اعتقد النفايات الخدمات الموجوده في المدينه، الخدمات والخدمات العامه، هذه من الاجزاء اللي لازم تكون متطوره وتحت خيمه التكنولوجيا ومتواصله مع بعضها البعض لتسهيل الحياه للمواطن وبينها وبين الاداره. نعم. اداره الدولة. وين ممكن نطلق على مكان عندنا الان قائم مدينه ذكيه بالكويت عندنا؟ في شيء الى الان في جزء ذكي، يعني قريب من الذكاء. هو حسب ما سمعت بكل امانه ما جربت، اللي هو السوق المباركيه قالوا انه وفروا الانترنت في. نعم. في كل، وهذا جزء ذكي على فكره من بان تكون يعني منطقه أو من عناصر مدينة، من عناصر المدينه الذكيه. نعم. لازم يكون هذا كل السيستم يعني يكون كونكتد باي ديجيتال، يعني يكون مربوط عن طريق الديجيتال. بس كل مطاعم هناك وابخره وادخنه وغيره، اعتقد قاعد يضر المدينه الذكيه. وما يمنع مع الايام تتطور وتكون. نعم. اي خطوه بخطوه، يعني كمنطقه متواجده وليس من البنيه التحتيه. جميل. نعم. طيب تاثير تكنولوجيا المدينه الذكيه على الاقتصاد، احنا ايضا ذكرنا بالمقدمه انه لها دور بالاقتصاد، اقتصاد الدوله. نعم. فالمدينة الذكية العائد على الاقتصاد الدولة ومفيد اقتصاد الدولة، هل ممكن أني أنا تدريجيا أقدر أني أنا أستغني عن النفط ويكون عندي بديل من خلال هذه المدينة الذكية؟ أو ممكن يكون خطوة يعني، لكن هو راح يخليك توفر على نفسك الكثير. يعني أعطيك مثال، في كذا جوانب احنا ذكرنا في المدينة اقتصاديا. اقتصاديا في كذا. نعم. جانب ذكرنا، مثلا جانب مثلا خلينا نضرب لك إعادة تدوير المياه والنفايات والطاقة، خلينا نربطهم مع بعض. مثلا النفايات عندنا الحين لو تشوف برا كل عند البيت درام كامل تقط فيه كل شيء. صحيح. البلاستيك. نعم. القزاز، الورق والأشياء العضوية طبعا اللي. صحيح. المتبقية من الطعام. المتبقية من الطعام. نعم. ناهيك طبعا عن الصرف الصحي، شبكة الصرف الصحي
إلى حد الآن لا توجد شبكة كاملة في الكويت على إعادة تدوير الصرف الصحي، وهذه نعمة حرام يعني، هو صرف صحي لكن في النهاية طاقة نعمة مهدورة. بنفس طاقة مهدورة. يعني مثلا لو تم إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، أول شيء راح ناخذ معالجة ثلاثية مثلا، الزراعة هو موجود في جزء طبعا أساس لا، بس إذا تم إعادة تدوير المياه في معالجة ثلاثية راح نستفيد أول شيء من ناحية الجرين أريا، نكثر عندنا المناطق الخضراء، الماي هذا نقدر نعطيه حق الزرع، نعم. ما يكون ملوث، ما يكون فيه بكتيريا، ما يكون فيه أي شيء. صحيح. ناهيك عن الشوائب الباجية، هذا نقدر سماد نسوي مثلا، أي سماد أو نقدر مثلا طاقة نحرقه، والرماد يكون مثلا حق ينحط حق مسألة الخرسانة والأسفلت إلى آخره، نستفيد منه، ما يطلع شيء، ما يروح كذا. يعني ممكن أحد الأشياء اللي سمعتها من بعض الأخوة المسؤولين يقول لك السويد وصلوا مرحلة أن النفايات خلصت عندها، يعني قاعد يطلبون من جيرانهم فنصدر من إمام دول احنا أي التعاون نسوي اتفاقية بينهم قاعد ونصدر لهم، يطلبون نفايات على أساس أن هذه مادة مواد ممكن فيها الاستفادة منها يمكن كذا. الاستفادة منها. إعادة تدوير المياه مثل ما قلنا، الأسمدة والنفايات كذلك، البلاستيك يتم إعادة تدويره، الزجاج، الورق إلى آخره. المتبقي من الغذاء أيضا كيف يتم هذا يتم يعني إعادة تدويره على هيئة تلقم. يا سماد، أو يكون يتم إحراقه ونطلع من الحرق نار، عفوا كهرباء، كهرباء ونستفيد منه من ناحية يعني من نحرق المواد العضوية هذه النار، نطلع بخار ومن البخار نولد كهرباء ويتم الاستفادة يعني من الكهرباء. جميل. أما من ناحية الطاقة اللي آخر جزء، من ناحية الطاقة طبعا الطاقات المتجددة راح يكون في حتى البنايات، راح يتم استغلالها وأسطح البنايات في الطاقة المتجددة، طريقة التحكم تكون ذكية أيضا، وهذا راح يوفر جزء كبير وبالذات على التكييف. يعني لو قلنا لو بناخذها كمسألة حسبة، يعني احنا كم قاعدين نحرق بالسنة حاليا؟ يعني ما يقارب 2.5 مليون دينار مليار دينار آسف 2.5 مليار دينار قاعد نحرقه بس للطاقة، لإنتاج لو أنت الكهرباء تأخذ والماء. الموضوع الكهرباء والماي، نعم للكهرباء والماي الطاقة. الكهرباء والماي هذا صرح يعني وكيل وزارة الكهرباء والماي وذكر بأن يوميا 350 ألف برميل نفط يعني لإنتاج الكهرباء والماي، بينما الغرب قاعد يقول يعني أحد التساؤلات أحد الطلبة أو أحد الأساتذة هناك في الغرب قال معقولة بلد يعني قاعد تحرق النفط عشان تأخذ كهرباء وماي، قاعد يحرق فلوس مثل ما ذكرت المبلغ، قاعد تحرق انت فلوس ومبالغ عشان تولى عندك كهرباء وماي بفلوس نفط خام قاعد تحرقه، ويقولك احتمال ل 2035 يوصل الى مليون برميل يوميا مليون برميل نحرق عشان كهرباء وماي. طيب الا يوجد المدن الذكيه هذه؟ ما هي الخطط؟ ما هي التكنولوجيا الحديثه؟ اليوم يقولك في الطاقه النوويه، اليوم مثل كره التنس تحرك باخره ناقله طائرات حربيه بالبحر، نعم. تروح توصل لليابان وترد مرة ثانية. نعم. بكرة تنس فقط، طاقة نعم. نووية، الطاقة البديلة، في عندك المياه، الأنهر، مولدات كثيرة يعني طاقة بديلة. متى في هذا التفكير أنتم كشباب متطوعين من خلال هذه الندوات اللي قاعد تقدمونها والشباب المتعاون معاكم مهندس أحمد، وين رايحين احنا في هذا الاتجاه؟ نعم طبعا احنا نتكلم على 2035، نتكلم على تربل الكمية اللي حاليا قاعدين نستخدمها. صحيح. طبعا 350 ألف برميل على أساس نطلع فيها كهرباء يوميا قاعد نحرقها، هذه فيها 40% على الأقل للتكييف. تخيل 40%، يعني بالسنة احنا قاعدين نحرق ما يعادل 2.5 أو قاعدين ندفع 2.5 عشان نستخدم نفط لإنتاج الطاقة، 2.5 مليار دينار وليس دولار. 40% من هذا المبلغ فقط رايح على التكييف. فتخيل ان في المدن الذكيه السمارت كنترولز اللي فيها التحكم الذكي، الطاقات المتجدده مثل الطاقه الشمسيه الضوئيه، الطاقه الشمسيه الحراريه، طاقه الرياح الى اخره. واذا تم استخدام التكييف بطريقه ذكيه مثلا تبريد الضواحي، راح نوفر ما لا يقل عن 40% من استخدام التكييف.
يعني تخيل احنا قاعدين نتكلم، لو نتكلم بعد يعني 2035 راح نوفر ما لا يقل عن 2 او 1.5 مليار دينار كويتي. والطاقة النووية لا يمكن استخدامها مهندس احمد؟ الطاقة النووية لها يعني لها موضوع أخرى. ارتباطات اخرى متعلقة طيب. يعني في طيب. في الامان والامور طيب هذه. المدينة الذكية اليوم ايش كثر تستغرق مني وقت ومال حتى اقيم هذه المدينة؟ يعني هو في البداية على اساس تبلش الكونستراكشن عملية البناء، هو العمر الهندسي في المشاريع الضخمة 3 إلى 5 سنوات. حسب ما يعني عرفنا على 2018 يبلشون في الكونستراكشن في جنوب سعد العبد الله، وهي أول مدينة ذكية في الكويت، فيها 30,000 وحدة سكنية. ممتاز. وراح يبلشون فيها السنة. هل احنا قادرين وفق المعطيات الحالية الموجودة وانتم كمتابعين ومهتمين ومتخصصين احنا قادرين؟ هل عندنا البنية التحتية القواعد الأساسية اللي ننطلق من خلالها إلى صناعة المدن الذكية؟ نعم موجودة طبعا أكيد القواعد الأساسية. سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح وقع اتفاقية تعاون وبناء وتنفيذ وتصميم مدينة ذكية في الكويت، ولا بد أن هذه بين قطاعات ومؤسسات الدولة راح يكون في تعاون من ناحية مثلا الطاقة الكهرباء والماء، راح يكون في تعاون بيننا وبين الأسكان اللي هم دايرين المسألة هذه، ناهيك طبعا عن القطاعات الأخرى. التعاون دائما موجود لكن نتكلم على السرعة بشكل. بارك الله فيكم وربي يوفقكم إن شاء الله. ختاما تعرفنا على فريق الكفاءات. نعم طبعا فريق كفاءات هو فريق تطوعي تابع لوزارة الكهرباء والماء، تأسس في 22/10/2015 بدعوة من وكيل وزارة الكهرباء والماء مهندس محمد بوشهري. طبعا الغرض من الفريق هو خدمة الوزارة والمجتمع بالتعاون مع مؤسسات الدولة. ينقسم إلى 3 أقسام الفريق، ينقسم إلى مشاريع إبداعية، التنمية البشرية، والعلاقات العامة. سوينا كذا ندوة خلال من أول ما بلشنا إلى اليوم هذا، وعدة أنشطة وفعاليات، منها كان جرب حياتك من غيرها من غير الكهرباء والماء، كان في ويكند في 360 وويكند في الأفنيوز. حقيقة كان تفاعل الناس ناجح جدا الحمد لله. وآخر الندوة اللي سويناها اللي كانت أمس اللي هي ندوة المدن الذكية، وكان عليها اقبال شديد يعني وتفاعل من الناس، تفاعل جدا طيب، وهذا ندلدل على اهتمام الناس في هذا الامر النهج وهذا الاتجاه. واحنا كشباب يعني بينا اكثر اهتمامنا وقاعدين نسعى اكثر اهتمامنا، ومثل ما تقول يعني تسرعاتنا في الموضوع، نحاول نسرع في الموضوع او نعجل لو كان في اي مساله تاخير، لا احنا نتابع الموضوع ايضا مع الجهات، والجهات ما قصروا مبطلين ابوابهم والله يعطيهم العافيه. سامع وانتم بارك الله فيكم الله، وهذا فعلا اللي احنا نشد من ايدكم. نعم. وثقتنا فيكم كبيره، شباب كويتي مكافح ومناضل ومستمر لتحقيق احلامه وافكاره على ارض الواقع. نعم. ربي يوفقكم ان شاء الله. سعد جدا بلقائي معاك المهندس احمد العازمي وكيل المدن الذكيه وعضو فريق كفاءات التطوعيه، شكرا جزيلا لك. ما قصرت، مشكور وما قصرت، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. كل الشكر لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم على المتابعه وين ما كنتوا تتابعونا. تقبلوا تحيات فريق مسائي ونشوفكم دائما على خير ان شاء الله، تصبحون على امن وامان. صاحب الابدان كنت معكم راشد حسن، الى اللقاء.